طيب طب اعمل ايه دلوقتي؟ فرقه 86 طب اعمل ايه يعني؟ حراسه المرمى، يلا حراسه المرمى نادر السيد السيد. ماشي مع كل تواضع فير انف، فير انف، ما عنديش مشكله مع كل تواضع ماشي. بس انا مقتنع انك انت بكل احترام لازم يكون عندك قيمتك اللي انت بتعتز طبعا. بيها. ماشي. هنا باك يمين، باك يمين. شفت انا حطيتك في ازمه لان انا حطيتك من اول الثمانينات. كنت كانت بقى لو انت اللي انت لعبت معاهم كانت تبقى سهله قوي. ياسر رضوان، ابراهيم احمد حسن. فتحي، ابراهيم حسن. لا مش سهله برضه. باك يمين. كابتن ابراهيم حسن. ماشي. ابراهيم حسن سنتر هافين او باك اللي انت عايزه سنتر هافين. مدحت عبد الهادي. حلوه على فكره. مدحت عبد الهادي ضيف يوم السبت فعلا. مدحت عبد الهادي في اول الاسبوع. كمونه. اوكي على فكره اكتر من حد يحط كمونه. كمونه كان جامد قوي. قوي 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 يعني. اولا هيدرز كويس، سريع، قوي، الترن بتاعه بتاع يعني. لا كان شوط على الجون فاولات، شوط بيدوس يعني، عنده طلعه بالكوره مش طبيعي. مش عارف ازاي مشوه من الزمالك وهو صغير ده. عمر كان معانا في الفرقه. مشوه ليه ازاي يعني؟ كان معانا حاجات غريبه جدا. كابتن غني. هل صحيح؟ هل صحيح؟ لا لا كابتن عبد الرحيم محمد او كابتن خواجه بتهيألي، مش فاكر والله. لا هو دول خلاص. كابتن سمير كمونه طلع معايا وقال ان كابتن غانم يمشاها. اصل احنا خد بالك كان بيدربنا في الوقت ده كابتن غانم وكابتن وعماره. طبعا باك ليفت كبير. عماره جامد باك ليفت اللي لعبت معاه بصراحه فظيع يعني. الراجل ولا بيدافع، وبعدين الناس كانت فاكره ان هو ما بيدافعش كويس. لا كان راجل في اربعه واحد. لا عماره بيروح كده، بيروح كده، وبعد كده مسك عادل رمزي في بعد كده الاوفر بتاعه. انت ادرى واحد. الاوفر بتاعه انا ما كنتش عارف اطلع عليه، فاهم؟ لانها بتروح وترجع بالظبط. عماره عبد الستار صبري سطره. ماشي ماشي. سطر كان لعيب كبير قوي. هو انا على فكره ده خط لا ولا خط دكاتره حتى ولا سنة ولا تمرجيه. يعني ماشي انا معايا. هات يا عم. ما في اصل احنا هنصور التشكيله بعد كده. ماشي ماشي. انت بجد بتكتب كده؟ خلاص يا عم اهو. ماشي. عبد الستار. ماشي. صبر. ماشي خلاص. روشيتا. خلاص ماشي. نص ملعب مدافع. ماشي. في ناس جامده. شوقي جامد، اسماعيل يوسف جامد، طارق حامد جامد، مجدي عبد الغني جامد. مجدي عبد الغني جامد بصراحه. في هادي خشبه. هادي خشبه جامد. بس انا كنت احب محمد شوقي. حسام غالي جامد. حسام غالي 8 بس محمد شوقي كان جامد. شوقي طبعا. انت تلعب بثلاثه على الدايره؟ يعني ايه يعني عبد الستار ده كده على الدايره؟ لا انا هلعب ب 4 4 2. ماشي ماشي. مين جنب شوقي؟ جنب شوقي جنب شوقي كتمانية بقى. تمانية. في بقى احمد حسن، في حسام غالي، في حسني عبد ربه. احمد حسن. ماشي. حازم امام. حلو ده. ماشي. ما حطيتش صلاح يعني. حسن حسن. ميدو. حبيبي والله ده. والله مش مجامله. الحمد لله. والله كتر خيرك. تشكيل حلو ده. ميكس كده. فاهم؟ يعني بصراحة يعني والله أنا كمان بص أنا بفرح لما حد يحطني والله. لا أنت كنت لعيب جامد على فكرة. الحمد لله يعني بفرح والله. لا مش بهزر. بس أحمد حسن زعل قوي إن أنا قلت إن هو بيفرح إن حد بيحط. زعل جدا وزعل. ليه؟ ما كلنا بنفرح. ما أعرفش. طب أنا أقول لك حاجة. مرة مش عارف مين على خاطره جامد. مين بالعكس يعني؟ بس برضه خد بالك يعني. لا بهزر. لا أحمد جميل. أحمد أصل أحمد هو الميزة بتاعت أحمد إن هو أحمد 8 و6 في نفس الوقت، فاهم؟ وبيروح بتاعه كده. طبعا أحمد حسن كان لعيب كان لعيب كبير. وبعدين كان عصب قوي. وكان احمد حسن كان في ميزه ان هو حطه كابتن جوهري فاكر في تصفيات كاس العالم حطه باك رايت. حطه باك رايت ولعب واشتغل وبيدافع وبتاع. على فكره احمد حسن يعني برضو من الناس. ليه وما راح بلجيكا كان بيلعب 10؟ نادر السيد وهاني رمزي واحمد حسن وحسام وابراهيم. انا دايما بقول ان هم من الناس اللي علموني ازاي ان انا احب منتخب مصر. طبعا غير كابتن جوهر الله يرحمه طبعا ده حاجه. لكن فعلا الناس دي علمتني ان انا ازاي احب المنتخب، وان انا ازاي ان انا احب الجمهور، وان انا ازاي ان انا اتعامل مع الجمهور ده كانه شخص واحد. ان هو يا يحبك يا يكرهك، وفي حاجات معينه لازم تعملها معاه عشان يحبك. عايز اسالك سؤال قبل ما نخلص. احنا خلاص الوقت خلص. احنا اعتبر ان انا عملتها في الاخضر في الابيض صح؟ الاخضر. انت كوتش جامد كويس
معاه؟ يعني ازاي يعني عملت الشفت بتاع ال لا لا هرجع ضرب تاني. بس هو من الصعب اصل انا ايه قصدي؟ يعني انا بتكلم انا في نفس الوقت يعني ايه احنا اخوات وانت اخو صغير بس في الاخر التجارب برضو اللي بتمر حواليك بتجرأك على حاجات معينه. يعني انا بفكر جديا مثلا ان انا ادخل في الـ في الـ في الـ في المانجر تدريب او يعني مدير فني ولا مدير حراس فني مرمى؟ لا 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 حراس مدير مرمى فني. بعيد يعني مدير فني يعني. مدير فني عايز كورس دايركتور عايز تاخد التجربه دي؟ جدا جدا. انا شايف ان انت ممكن تنجح فيها بس لازم تاخد يعني نصيحتي ليك لازم تاخد كوتشنج بادجز خدت لايسنس ايه سي وبي لازم والف...